إذن مشاهدينا الكرام، لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أهلا بحضرتك. ولقاء السيد الرئيس مع أورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية في هذا التوقيت يحمل الكثير من الدلالات والرسائل والأهمية أيضا في هذه الظروف التي يمر بها العالم. كيف تقرأ ما جاء في المؤتمر الصحفي؟ لا شك أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال الآليات العديدة التي تربط الجانبين سواء كان على المستوى الثنائي أو على المستوى المتعدد هي علاقات بتتنامى وتتعاظم وبتشمل كافة المجالات. لا شك أن هذه الزيارة لها أهمية كبيرة جدا، خاصة في ظل انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27 منتظر في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، ثم أيضا تطورات الأوضاع العالمية فيما يتعلق بالحرب أو الغزو أو الأزمة الأوكرانية بصفة عامة، لأن لها تأثير كبير جدا على قضايا حيوية ثلاث هي الطاقة والغاز والغذاء. لا شك أن هذا الأمر مرتبط بالتحديات التي يواجهها العالم في هذه القضايا الثلاث، وأن مصر أصبحت الآن محور رئيسي تتجه إليه الأنظار للإسهام في حل هذه القضايا الثلاث على النحو الذي يمكن معه تخطي التحديات التي تثيرها تلك القضايا، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالطاقة والتركيز في هذا الصدد على الطاقة الجديدة والمتجددة وما لدى مصر من إمكانيات في هذا المجال، أيضا فيما يتعلق بالطاقة وأقصد بذلك الغاز والبترول. هذا أمر أيضا لمصر تتجه إليه الأنظار كأحد الدول المحورية في التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة. أما فيما يتعلق بالغذاء فلا شك أنه أمر في غاية الأهمية، ومصر من خلال تجربتها ومن خلال انتمائها لدول الجوار وخاصة في القارة الأفريقية والمنطقة العربية سيكون لها أيضا دورا في هذا الصدد. نلحظ أن مفوضية الاتحاد الأوروبي عندما تحدثت عن دور مصر كانت تركز بشكل كبير على دور محوري لمصر سواء فيما يتعلق بالطاقة والغاز والغذاء بما لديها من إمكانيات وقدرات وما وصلت إليه من خلال تجربتها الذاتية من تقدم وتطور ونقلات نوعية في هذا المجال. من المنتظر طبعا أن يكون هناك دعم أوروبي بصفة خاصة ودعم من الدول المتقدمة أيضا بصفة عامة لما يتعلق بتحديات المناخ والتي تدور أساسا كما أشرت فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة وأيضا أزمة الغذاء خاصة وأنها ترتبط بموضوع المياه وظاهرة التصحر التي يتعين مواجهتها في هذا المجال والدور المحوري للدول الغربية في تقديم الدعم المالي والتعهدات المالية التي سبق وأن تعهدت بها في مؤتمرات سابقة على أساس اتفاق باريس الخاص بالمناخ وأيضا توفير التكنولوجيا التي تساعد وتسهل على مواجهة هذه التحديات الخاصة بالمناخ، خاصة أن القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط هي الأكثر تضررا من ما يحدث من تغيرات المناخ وأيضا هي الأقل سببا في هذا الصدد، وهو نفس الأمر بالنسبة للأزمة الأوكرانية فيما يتعلق بالطاقة والغاز والغذاء. نعم، دعني أقف معك سيادة السفير عند كل نقطة محورية تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا رئيسة المفوضية الأوروبية، ما بين أزمة الغذاء، الطاقة، ارتفاع الأسعار وأيضا المناخ كما تحدثت وتفضلت وغيرها من القضايا الملحة عالميا. بداية الطاقة، وفرد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مساحة كبيرة للحديث عن هذا المحور الطاقة وكيفية التطوير التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي وعلى فكرة المصالح المشتركة، وفكرة المصالح المشتركة كلمة تناولتها المفوضية الأوروبية أكثر من مرة في حديثها في المؤتمر الصحفي.
كيف يمكن أن يكون هناك تطوير وتعزيز للتعاون والشراكة في مجال الطاقة في المستقبل القريب بين مصر والاتحاد الأوروبي وفقا للمصالح المشتركة؟ لا شك أن هناك علاقات تقوم على أسس ثابتة أبرزها هي المصالح المشتركة، بالإضافة طبعا إلى موضوعات تتعلق بالأمن وتتعلق بقضايا سياسية. صحيح. يتم الشراكة في التوصل إلى معالجة كل منها. لا شك أن مصر كما نعلم جميعا لديها إمكانيات كبيرة فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، لديها الطاقة الشمسية والرياح وغير ذلك من وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك أيضا المياه، لأن المياه تستخدم في هذا الصدد أيضا، وتستخدم أيضا في موضوع الغذاء، فهي وجهان لعملة واحدة، وبالتالي هناك تركيز بضرورة أن تقدم الجانب الأوروبي من أجل المصالح المشتركة بين الجانبين، لأنهم واجهان نفس التحديات. تقدم الجانب الأوروبي الدعم المادي أولا، وأيضا التكنولوجيا المتطورة والتي يمكن من خلالهما استغلال الإمكانيات والقدرات المصرية، خاصة وأنها قطعت شوطا في هذا الاتجاه من أجل توفير طاقة جديدة ومتجددة، وأيضا من أجل توفير وتأمين إمدادات تتعلق بالطاقة سواء من البترول أو النفط أو الغاز، وهي أمور نعلم أيضا أننا هناك مؤسسات تجمع الجانبين مثل منتدى المتوسط، وكل هذه الأمور يعني تقوم على أساس المصالح المشتركة، وبالتالي أعتقد أن هناك يعني مجالات وآفاق رحبة جدا لمزيد من التعاون في إطار شراكة بين الجانبين وفي إطار المصالح المشتركة لهما وأيضا لدول الجوار، سواء دول الجوار الأوروبي أو دول الجوار المصري. نعم، الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا قال في هذا المؤتمر الصحفي وأشار إلى تشجيع الاستثمارات الأوروبية في مصر. مصر لديها الآن خطة تنموية واستراتيجية هائلة في كافة المجالات، مشاريع قومية ومشاريع تنموية عظيمة تحدث على الأرض المصرية الآن. إلى أي مدى هذه المشاريع وهذا التطور الهائل على مختلف الأصعدة يقف كحافز للاستثمارات الأوروبية أن تأتي وتستثمر أموالها في مصر؟ لا شك أن مصر في المرحلة الحالية قد قطعت شوطا كبيرا، إلا أنها في نفس الوقت تفتح الآفاق جديدة ومتنوعة سواء في المجال الزراعي أو المجال الصناعي أو مجال الثروة الحيوانية والثروة السمكية من خلال مشروعات تحدث عنها السيد الرئيس خلال الفترة الماضية. وأيضا هذه المجالات جميعها تحتاج إلى استثمارات ليس فقط من الجانب المصري سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وإنما أيضا من خلال تهيئة المناخ لاستثمارات أجنبية سواء من جانب الاتحاد الأوروبي أو من جانب القطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي. المشروعات المطروحة مشروعات كبرى عديدة، وأشرت إلى المجالات التي متاحة حاليا، وهناك تنامي وتعاظم في من جانب استثمارات يتم ضخها بالفعل سواء من جانب مصر أو من جانب دول ومؤسسات مالية ودولية في هذا الصدد. على النحو الذي يمكن أن نقول معه أن عندما ينعقد مؤتمر المناخ في 20 كوب 27، هناك نموذج ستقدمه مصر من خلال هذا المؤتمر لتطوير وتحديث كل ما يتعلق بتغيرات المناخ وحث الدول المشاركة خاصة الدول الغربية على الوفاء بتعهداتها، ومعظمها هي تعهدات استثمارية، تعهدات مالية. نعم. من أجل يعني توفير الطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير الاقتصاد الأخضر، وفي نفس الوقت مواجهة التحديات السلبية التي تفرزها تغيرات المناخ وخاصة في أفريقيا، لأن مؤتمر كوب 27 هو أفريقي بالدرجة الأولى. نعم، سيادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا.